كل بلاد، يحيا وولاد بلادي ويحيا وبنات بلادي، وشنانا في الحساب احنا ولاد الجزائر خوا في كل بلاد. الفتح على أرواح الشهداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم طيب ثراهم يا رب العالمين، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم أسكنهم جنات الفردوس يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحتسبهم عندك من الشهداء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم أنت القائل وقولك الحق المبين في كتابك العظيم، ادعوني أستجب لكم. ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ذو الفضل علي ربنا المعبود ذو العرش العلي، وصلاة الله مع تسليمه للذي جاء بشرع مكمل. هذا سلام الله مني عليكم وتحايا تؤدى للعلي، أنا ما كنت هنا مبادرا ساحة النظم فلست بالملي، أنا ما قمت هنا مفصلا لأمور خفيت كي تنجلي، إنما قمت هنا مرحبا بكم في لقائنا والفخر لي. أسأل الرحمن أن يجمعنا في جنان الخلد مع كل ولي. بسم الله وعلى اسم الله، بسم الله نبدأ، بسم الله نسير، وإلى الله المنتهى، وإلى الله المصير. أما قبل، سيدي رئيس حزب الفجر الجديد السيد طاهر بن بعيبش، السيد الأمين العام لجان حسين، السيد منسق المكتب الولائي، السادة أعضاء المكتب الولائي، السادة المترشحون، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الجمع الكريم، ماذا أقول؟ فلو حييتكم قلت السلام علي إذ أنتم أنا، فلكم أقول سلام من المولى عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألا إنه التنزيل والذكر والهدى، ففيه من الإعجاز ما لفكر عاجز تحدى به الأقوام فالكل مفهم، أكرم بتاليه وأعظم له الأجر، وفيه من الإيجاز ما حير الفكر، وأي بليغ ما تغنى به فخرا. أيها السادة الأكارم، خير ما نفتتح به هذه الجلسة الطيبة المباركة آيات من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ سعد السعود البشير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين وفقكم الله. استمعوا الآن للنشيد الوطني قسما. السيد شنافي محمد دكتوراه في الطب البيطري إطار بمديرية المصالح الفلاحية. السيد بالحداد الحسن متقاعد. السيد العايب رشيد إطار بالتسفير الإداري. السيد الوالي محمد الصالح محاسبة وتسيير. السيد حواس محمد متقاعد. السيد بن سيدهم عمر إطار بالولاية. السيد خضور كمال مفتش أملاك الدولة. السيد درج عصام مفتش مركزي للضرائب. السيد بوضياف مصطفى ماستر قانون إداري إطار في التكوين المهني. السيد سيلم كمال إطار بدار المالية. السيد دربال هشام بالأخضر ليسونس علم التسيير إطار باتصالات الجزائر. السيد أقموم رفيق شهادة الدراسات التطبيقية. السيد شبحي يمين شهادة الدراسات التطبيقية قانون أعمال. السيد معيوف محمد أمين ليسونس إعلام واتصال أستاذ. السيدة ليجان فاتحة محامية. السيدة فيطح سامية أستاذة في المركز الثقافي. السيد حمادي عبد المالك موظف بالبنك. السيد فرحان أحمد شهادة محاسبة تجارية.
السيد مندود خضير متقاعد. السيد بلعقون عز الدين موظف في الصحة. وأخيرا السيد قنيفي نبيل متقاعد من الجيش. هذا فيما يخص المترشحين الحاضرين معنا هنا. أنا أشرف المرسلين بدوري أتقدم إليكم بتحية خالصة على حفاوة الاستقبال الذي ألفناه بهذه الولاية المجاهدة، وخاصة هذه البلدة الطيبة سواد التي ألفنا على زيارتها. وعندما ندخل إلى هنا نشعر براحة وكأننا في ديارنا. كما أتقدم بتحية خالصة للذين قاموا وعملوا في ظرف وجيز لتنظيم هذه القائمة للمشاركة في الانتخابات القادمة إن شاء الله. تحية خالصة لرئيس اللجنة الولائية ولكل أعضاء اللجنة، وتحية كذلك لكل المترشحين والمترشحات، وتحية لكل ممثلي وسائل الإعلام على مرافقتهم لنا في مثل هذه الخرجات. أيها الإخوة أيها الأخوات، اعتدنا على أننا نلتقي كل 5 سنوات في حملة انتخابية ونخطب ونقدم وعود وأماني للمواطنين والمواطنات بأن المرحلة القادمة ستكون أحسن من سابقتها. في الشعب الجزائري الذي علق آمالا كبيرة على بناء الدولة الوطنية منذ الاستقلال، وكان متحضرا وكان باستطاعتنا أن نصدع منه معجزة أخرى. في الشعب الجزائري الذي حرم من دولة لقرون عديدة من الصراعات القائمة والاستعمار، 1962 علق آمالا كبيرة على بناء هذه الدولة وساهم بكل ما يملك من أجل إرساء قواعد هذه الدولة. لكن اليوم عندما نقيم المسيرة نقول أن المسيرة حققت نتائج كبيرة لا يمكن إنكارها، لأن من ينكر نعمة الله سوف تزول. لكن في نفس الوقت نقول بأننا ضيعنا فرصا كثيرة بأن نكون في وضعية أحسن مما نحن عليه. تعرفوا المراحل اللي مرت بها الجزائر بعد الاستقلال. الإخوة الفرقاء دخلوا في صراع عن الكرسي، ودخلت الولايات والإخوة المجاهدين اللي عاشوا تلك الفترة ولايات دخلوا في مواجهات مع بعضهم البعض، وكلهم مجاهدون من أجل من يحكي. إلى مرحلة 65 ثم 67 ثم 78 وفاة الرئيس مبنى رحمه الله، إلى أحداث أكتوبر 88، إلى السنين العجاف التي عشناها والتي
طلح على تسميتها بعشرية الدم. احنا عندما نتساءل ما الذي اوصلنا بعد 30 سنة من الاستقلال بالدخول في حرب اهليه، لان الحقيقه اقوى مما نريد ان نبلغها. سمينا ارهاب، سمينا المؤامرات الخارجيه، وسميناه بكل التسميات، لكن في النهايه 200,000 ضحيه كلهم جزائريون. ولم نتعظ. الشباب الجزائري، وانا دائما كنت اضرب مثال، يعني مثال معلم ماشي مثال، من المأساة، وهذه كلمة المأساة هي احسن تعريف لتلك المرحلة اللي سماها اليمين الزوار ربي يطول في عمره بالمأساة الوطنية. فعلا هي مأساة، لأن اللي مات كلهم جزائريون، ما جاوش حجرين. وعندما تكلمني عن المؤامرة الخارجية، شكون هذه المؤامرة؟ وشكون هذا اللي نظم لك الشبيبة؟ شاب الاستقلال الذي أنعم بالاستقلال ودرس في ظل الاستقلال ويعمل في ظل الاستقلال ويتمتع بالحرية، كيفاش يحمل السلاح ضد الدولة تاعه؟ إذن كاين خلل كبير. عندما وصل الشباب الجزائري يتأثر بالنماذج الخارجية، يتأثر بالثورة في أفغانستان، في إيران، في الخليج، حتى وصل واحد الوقت يقول لك رائحة المسك تصلنا من أفغانستان. هذه علاش؟ لأن هذا الشاب ما درسوش التاريخ، ما بغاوش، لأن الشباب الجزائري لو تحصن بتاريخه كان يبقى دائما فخورا بانتمائه لهذا البلد. كيفاش يأثر في أفغاني ولا إيراني ولا أي كان؟ من يملك تاريخ مثل تاريخ الجزائر؟ الثورة الحقيقية في القرن العشرين هي ثورة الجزائر. وهم يمثلوها حتى بعد تاع الهند، تختلف فيتنام، ثورة فيتنام تختلف عن ثورة الجزائر في روحها، في فلسفتها وفي أبعادها. ثورة حقيقية مش حرب، لأن الثورة تأتي بمفاهيم جديدة وتغير أشياء جديدة. فكانت ثورة نوفمبر، وأنا أقول دائما هذه الثورة التي أسقطت الخريطة العالمية لدى الأمم المتحدة وأعادت رسمها من جديد، لأن الجزائر كانت رقعة تابعة لفرنسا، ورجعت الجزائر إلى الحاضرة الطبيعية نتاعها. لو كان هؤلاء الشباب درسوا سيرة الشهداء والمجاهدين ما أثر فيهم أثرًا، بل العكس اللي وقع أن هناك تنظمت مسيرة في العاصمة من طرف أبناء المسؤولين ويقولون التاريخ في المزبلة. ليرمي تاريخه في المزبلة لازم يعرف باللي سينتهي في المزبلة. للأسف الشديد نعم بن يعني نقعد وحدي ونتبع المسيرة والصعب، يعني بخيبة ثمن كبير، ما كناش لازم نكون في هذه الوضعية، ما كناش لازم نكون في هذه الوضعية. وأنا مش باش نحيي باش نحيي الجراح، بالعكس، لأن الشيء اللي نخاف منه هو أننا دائما نوضع أغلفة على المآسي ونمشي لقدام. ما تقدرش تمشي إلا بالتوقف مع المسيرة ودراسة كل الأخطاء التي وقعنا فيها. إذا نقدر نعالجوا
هذه المشاكل ونبني الدولة اللي ضحى من أجله الملايين من الشهداء وحلم بها الشعب الجزائري. إذن لابد من التقييم والمصارحة. المصارحة تكون قبل المصالحة. أنا نتصالح معك بيني وبينك مشاكل دار واحد صالح، ولكن أنت حامل الضغينة وأنا ما نتحمل الضغينة، هذه مش مصالحة، هذه خديعة. يا أخي اعترف بأخطائي، اعترف بالشيء اللي تسببت فيه، وهنا الشعب الجزائري يسمح لي. إذا هذا علاش نتكلم في هذا الكلام؟ أنا قلت الشعب الجزائري كان حاضر في 62 باش يكون نموذج للعالم، لكن المرحلة المسيرة حط مطر المعنويات نتاعو، كسرت ذلك الأمل حتى سحب نفسه. والحقيقة ما منظر واش نقولوا، احنا انتخابات، ها انتخابات الأخرى شحال شاركوا؟ 23%. إذا كان 70% ما يشاركش، وين راك رايح؟ ما تصبحش عملية آلية ميتة. حنا لازم هذا 70% هذو، علاش ما ينتخبوش؟ لأنه قلت في كل مرحلة وفي كل انتخابات الشعب كان ينتظر الجديد، ما كاناش جديد ولا شيء، كله قديم وربما ليأتي أسوأ مما من الذي ذهب. إذا الشعب انطوى على نفسه وانسحب وجرب تجارب كثيرة إلى غاية 2019 عندما الشعب شاف بلي ما كانش حل، هذا النظام ما حبش يحشم، هذا النظام ما عادش قصر الشعب، هذا تلقاو ضباع صحاليك مصوا دماء هذا الشعب، داو كل الخيرات نتاعو وزادوا باقيين اللي استمروا. الشعب وصل للمرحله ما قدرش يزيد الزيخ فوق، ما قدرش يزيد فوق الشهاده، خرج عن فكره ابيه، خرج بالملايين، ما فيش شعب فوق الارض، وما فيش دوله عاشت التجربه كذلك اللي عشناها في 2019، كانت ثوره حقيقيه. لا تساويها إلا ثورة نوفمبر. وأنا دائما أحيي خاصة الشباب الذين تبنوا هذا الحراك وخرجوا طيلة سنة كاملة، أكثر من ذلك حددوا مفهوم الدولة التي يريدون بناءها من خلال الشعارات اللي خرجوا بها كل جمعة، وكانوا في مستوى الوعي، وكانوا بعيدين عن النظام بالسنة الضوئية، كانوا أوعى، والشعور بالمسؤولية، ومحاولة يعني رغبتهم في بناء الدولة أكثر من النظام اللي كان يزير بالدولة، أسقطوا يعني وضعوا حد للفساد، لاستمرار الفساد. اسقط العودة، عودة ورا عودة، عودة ورا عودة، بدون نتائج. كذلك انا بالنسبة لي، لأن الناس كشف كيجوا يقيموا الحراك، واحد يقول لك الحراك ما حققش النتائج. الحراك في الشد، لا، هذا اللي ما عرفوش يقراوا الأحداث. ما يعرفوش، ما يراجعوش مسيرة التاريخ. أنا بالنسبة لي يكفينا شرفا أن 2019 والخرجات المتتالية رفعوا عنا ذلك الغبن، رفعوا عنا تلك الصورة المشوهة اللي خداوها علينا في الخارج. احنا من السنين تاع سنين الدماء والدموع إلى سنين الخنوع والخضوع، واصبح الشعب الجزائري يعني كل الناس تتساءل واش بيه هذا الشعب، هل هذا هو الشعب اللي دار ثوره وهذا هو الشعب تاع 62؟
إذا الحراك أعاد تلك الصورة وبعث برسالة للعالم بأن هذا الجيل من ذلك الجيل وأننا قادرون على صناعة المعجزات مرة أخرى وأننا قادرون على تقديم نموذج لكل الشعوب المضطهدة. فكانت السنة يعني في مستوى تطلعات الشعب والحمد لله سنة كاملة بالملايين موقع ولا شيء. هذا على كل رحمة من الله. احنا كنا دائما نتصور انه المجتمع راح يفير، لكن الصورة اللي كانت عندنا كنا إذا كانت تحركوا حجرة ما تبقاش وقتها من الغضب اللي كنا نشوفوه عند الشباب. لكن الحمد لله كانت كما يقولوا شعار السلمية نجحت عن العنف وحققوا النتائج هي معنوية أكثر من المادية، والمعنوية هي أغلى من النتيجة المادية. أنا شفت مرة في قناة أجنبية صاروخ يقول لك الناسا للمريخ كاتبين فيه حراك ألجيريا. أنا والله راه حسبت هوات مجموعة من الهوات راه فيما بعد يتضح بأنه فعلا صاروخ ترسلوا الناسا وأشرف علي الجزائري وهو اللي كتب حراك ألجيريا في التعليقات في الحراك الجزائري يصيروا للمريخ. كنت على الكاريكاتير في فرنسا واش الشعب الفرنسي والجريد يضربوا من ماكرون يقولوا يا سيد الرئيس راح كل سبت يسكن ديسامبلي تاعهم هما حرقوه روح كل سبت جيب لنا الجزائري يديروا مسيره ورجعوا على خاطر ما يكسروش ما يحرقوش ما يقتلوش يكفينا شرف. كذلك النتائج اللي تحققت لازم نعرفوا لان النضال هي تراكمات ما تقدرش تحقق نتيجه انت بدون مجرد خرجه. تراكمات شو مثلا 88 حدث 88 حققت نتائج رغم انه اللي جاو فيما بعد خلال 20 سنه تاع النظام السابق ما كان تلفزيون ما كان جريده ما كان والو ما كان لا حزب لا والو كل شيء معروف، لكن ما قدروش يتراجعوا على المقصد اللي تحقق على الاقل حريه التعبير عند وسائل الاعلام اللي كانت. رغم اننا ما نلوم كثير على الجرائد وكذا لكنها كانت هي الناطق الرسمي تاع الشعب الجزائري. كنا نتنفسوا من خلال هذه الجرائد. كانت قناه واحده رسميه. وصل لي قناه باللي القناه تاع الدوله يعني هو الدوله وحده يعني. اختزل الشعب اختزل المجتمع ككل والدوله في شخص تمثل. كذلك الان الحراك يعني 2019 الان الشعب الجزائري مش ممكن واحد يقدر يرجع اللور ربما ما يحققش نتيجته الان، لكن كيما كنقولوا الاسود عندما فتحت لها الباب وخرجت والراهي ولدت يباه يرجعوا للعريه خلاص الشعب الجزائري دفك وخطا خطوات الامان كان حتى واحد يقدر يرجعوا. وكانت لنا نقطه واحده اللي رانا نطالبوا بها ونظامنا كامل عليها وهي الديمقراطيه. مش الديمقراطية السورية من أساليب الديمقراطية هي نظافة الانتخابات هي نزاهة الانتخابات. ونقول للسلطة ولغيرها والله 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 لا نستطيع أن نسير للأمام إذا كان همشنا الشعب الجزائري. أي مشروع ما يتبناش الشعب محكوم عليه بالفشل. ما تقدرش تبرر مشاريع بخطاب. ما تقدرش تبرر مشروع بتعليمه. المشروع لازم المواطن كامل يتبناه يقتنع به. واش معنى يتبناه؟ يقتنع به. إذا اقتنع بالمشروع وين يبدا يخدم فيه؟ بقول لك بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة. وإذا كانت 70% يقول لك هذا لا يعنيني. وجاب دين ارواحهم وانت تجبد فيها بالقوه هيك راح تتقطع في يوم ما. اذا المواعيد لازم يكون 5 سنوات يا اخوان
الخمس سنوات راهي بزاف بعيده في تاريخ الشعوب. الشعب اللي صبر لك خمس سنين وينتظر الجديد وما يلقاش الجديد، وش يزيد السنه خمس سنين؟ إذن احنا كلمة حزب الفجر الجديد منذ التأسيس تاعو في 2012، وأنا تكلمت كثير يعني من هذا وعلاش أسسنا الحزب، أقول خدعنا بخطاب رئيس الجمهورية آنذاك في 15 أبريل 2011، دار خطاب ناري وأعلن على فتح المجال السياسي والإعلامي وكذا أمام الجميع، وحث الشباب على الانخراط في الجمعيات والأحزاب والعمل. إحنا مادام خطاب رئيس الجمهورية مش ممكن يتعب العار باش يشكك هذا في خطاب رئيس الجمهورية. مباشرة أعلن أنا شخصيا ساندت هذاك الخطاب، رغم أنني كنت معارض في المعارضة من 99. في الحقيقة أنا مش غير من 99 باش التاريخ، أنا بكلموا على حتى اللي كنت معاه كنت معارض معاه. لأن جيت من 99 والطهرب، صحيح كنت معاهم، كنا في موقف كيف، وكنت في الصفوف الأمامية. يعني مع المجموعة الأولى تاع البلاد. أنت كي عند زروان، توفيق، بتشين، رئيس المجلس، رئيس الحكومة، هادو بالنص كنت مسؤول عليه في الأرض. لكن انا دائما بكيج معارض، انا رايي دائما نقولو ما اراه، ماشي بتشبت برايي، انا نعطي رايي وادافع عن فكرتي، لكن اللي يوقفني هي الحجه، من يعتني بالحجه امشي معه. اذا كنت هذا الخطاب دفعنا ودفع كثير من الاخوان، اسسنا حزب. زيد الخطاب كذلك اللي مشات فيما بعد يعني انتخابات 2012 رافع لها رئيس الجمهوريه في كل من المناسبه، حتى شبهها بانتخابات 2012 شبهها بثوره نوفمبر 54، خطاب سطيف 8 مايو 2012 واللي يقول رحم الله رجل عرف قدره وطاب جدنا، هذه كل كي تحملها باللي كان نحن فعلا النظام ادرك الخطوره تاع البلاد الوقت هذا كان الربيع العربي يتكلموا عليه. فاذا بنتائج 2012 والله اكبر تزوير في تاريخ الجزائر. جاو دفكوا كلش، شبهت الواحد مجموعه تجي تسرق تهز لي الصاك يضربوا الاضواء عليها تعود تحوس على الدار اللي تعرف حط تما وبعدها رجعوا له. دفك كل شيء لفلان. لان لفنان وعلى بالك يا للاسف لفنان كيفاش رجعت عند الاولاد يقصروا بها. اذا اصبنا بخيبه امل كبيره، وانا علقت كثير ودرت بيانات قبيحه. تتصور الحزب تاسس خدينا الاعتماد 28 فبراير نهايه مارس كانوا 48 ولايه بالقواعد نتاعهم مع الشرعيات. يعني كان فيه دفع، كان فيه اقبال، وهذاك اللي كان ربما يخرج البلاد من الازمان وكان كانت نظيفه تلك الانتخابات. للاسف الشديد. حبرت 2017 2000 وكذا، ونحن اليوم رانا في 2021 وحنا مقبلين على الانتخابات المحليه. انا واش نقول في هذا الاطار؟ أنا قنعت الراسخة ورفعته كثير، ما فيش تنمية تكون في البلاد، وما فيش محاربة الفساد والرشوة إلا بمن أول انتخابات، انتخابات أنا نتكلم وكانت انتخابات نظيفة، كيفاش نظيفة؟ يعني يخرجوا الناس اللي يختارهم الشعب، الله أكبر، يخرجوا الناس اللي يختارهم الشعب. مش اللي تختارهم الإدارة كما كانت. كي يخرجوا هاد الناس لابد من منحهم الصلاحيات المطلقة. مش ممكن أبدا ندير انتخابات محلية مجالس بلدية ومجالس ولائية والصلاحيات نتاعهم تكون مربوطة في جهات معينة. ما تكون لا تنمية ولا معالجة المشاكل ولا أي شيء.
تحبوا تقضيوا على الرشوة، تقضيوا على الفساد، تقضيوا على البيروقراطية، خليوا هذه المجالس تتحمل مسؤوليتها وتقوم بدورها بدون إعطاء هذه يعني الصلاحيات لهذه المجالس في التنمية. تبقى حبيسة الأدراج والتقارير فقط. يدل في هذه الحالة أن دعوتي يعني سواء للسلطة ودعوة كذلك المواطنين كذلك، السلطة عليها أن تحافظ على هذه النتائج. تعرف مثلا انتخابات الشرعية الأخيرة، مش أنا أقول، الأحزاب اللي راهي الآن في المراسل من الشعب الوطني، خمس أحزاب كلهم ندادوا بالتزوير، قعدوا البيانات من يزورونا، أفلام يشكي، لردي يشكي، الناس محمد تشكي، الإصلاح يشكي، المستقبل كاع يشكي. قال إذا كان زوروا لكم أنتم، أنتم شكون جابكم هنا؟ أنتم جيتوا نتيجة للتزوير. والتزوير ما وقعش بقرار، لأن في السابق التزوير كان قرار سياسي. المرة هذه ما فيش تعليمات، ما فيش توجيه للتزوير. لكن المشكل الخطأ اللي وقعنا فيه أن الدولة سحبت نفسها من الانتخابات، وهذا خطأ فادح. خلت السلطة الوطنية للانتخابات وهي حديثة النشأة والمهمة ثقيلة، ما تقدرش تسهر وتقدر تحمي كل الصناديق، مستحيل. وبالتالي اللي كان عنده ممثلين في البلدية يخدم خدمته، واللي حتى المال الفاسد خدم خدمته، والبلطاجية خدموا خدمتهم، والنتيجة راكم شفتوا. هاي الآن احنا المشكل اللي رانا فيها الخمس من الأحزاب اللي راح يجوزوا خمس سنوات، لا تنتظروا منهم شيئا، ضاعت خمس سنوات، علاش ما تنتظروش منهم؟ هل يعقل في أي ديمقراطية مجلس فيه خمس أحزاب يترأسهم حر؟ بغض النظر عن الأشخاص، ما نهضرش على الأشخاص، نهضر على الوضعية، مع احترامي لرئيس المجلس الشعبي الوطني، لكن كيفاش مجلس يعني يترأس شخص ما عندوش مرغبش؟ ومشيو المصيبة مشكلة الأحزاب هذه كلها مشات في العملية. أشكون الحزب اللي قدم مرشح؟ صوف حبس ودخل، وكاين اللي كانوا حابين يقدموا على تصرفية، عندنا احنا زوج صوات كان دعمنا بها، لكن في النهاية سحبوا. قال هو اللي اخترناه باش يكون، مشيو معاه بلا شيء معاه. إذا أنا بالنسبة لي هذا المجلس لا تنتظروا منه شيئا خلال خمس سنوات. راه جات مادة التزكية والمصادقة على كل مشاريع تربطها الحكومة. هيا خليونا هذا مجلس التشريع، دبروا راسكم. الشعب الوطني راح يدير قوانين تاع الجمهورية. لكن المشكل الأساسي هو تحت. لأن المواطن وين عنده مشاكل؟ في الحي نتاعو، في البلد هي اللي يسكن فيها، حلوا المشاكل تما ما يحوش عليك. كش ما كان مواطن الآن نديروا صبر الآراء، قال حبيت نشوف رئيس الجمهورية، ولا ما تلقى واحد هنا في راس الوادي يفكر باش تشوف رئيس الجمهورية، دير به. الرئيس عنده مهام وعنده مشاكل، أنا يا خويا حل المشكل نتاعي هنا. هنا في الجيو، في الصحة، في البلد، في الضرائب، في الإدارة، مع كذا المؤسسة هذه، مع هذه. حل المشاكل المحليه، انا ما نحتاج حتى واحد، حتى الوالي ما فكرش نروح نشوف. انت كي دير مجلس بلدي معدوم الصلاحيات، شكون يسير البلدي؟ سير الاداره، مش ممكن. الدوله اللي تعتمد على الاداره غير يعني بحكم عليها بالزوال. يسيروها المنتخبين، هذول يمثلوا الشعب. لأن كي تكون مجلس بلدي فعلا المنتخب يمثل الحي، يمثل حساسيات، كاين عدة أحزاب والقوانين حرة، لكن في بعد الانتخابات يتمصروا من الانتماء السياسي تاعهم، يخدموا البلدية. ما تقولش أنا في حزب البلدية، الآن البرنامج تاعك باش دخلت باش تخدم به البلدية تاعك. شوف رايحين يخدموا على الفساد ويخدموا على الرشوة، لأن كل البلدية تحت المراقبة، ويقضيو على البيروقراطية الملف تبعتو ربما شهرين ثلاثة أربعة ما يرجعش، وبالتالي الحياة معطلة.
هذا جانب. الجانب الاخر والاهم اللي احنا نشتكيو منه، كيف نقنع هذو 70% اللي سحبوا نفسهم من الحياه السياسيه باش يخرجوا ينتخبوا؟ وهذو 70% راه النصيب الكبير تاعنا احنا، نتركوا مع الناس كامل ويعبروا المتفقين والطرح هذاك هو والخطاب تاعك نتفاعلوا معاه، لكن قاعد في الدار واش ندير لي انا يا دروك؟ انا كنت قاعد في الدار. احنا لازم نقنع كذلك المواطنين بان انك تبقى محايد راح موقف سلبي، موقف سلبي ما يجيبش نتيجه. روح تدخل لدارك وتغرق على روحك ألف سنة ما تغير ولا شيء وما يبحث عنك حتى واحد. كذلك نتكلم أنا مع الشباب هذو اللي يضلوا شاد الحيط ويلعن فيها ويسب فيها، ادخل سي محمد المعمعة وشوف، ادخل الحياة السياسية الجمعوية، ناضل ناضل، ما تقعدش تتفرج، ناضل بأي طريقة، أسس جمعية في الحي وناضل بها. لينا كتكثر الاصوات، الناس تهضر تتكلم تبلغ، يوقع التغيير. ما اذا كان الامه كاع جبدت روحها؟ اذا مع شكون بقى ياثر في الانتخابات؟ هي نسبه 10 و15% المستفيدين من الوضع القائم في البلد هم ينتخبوا ويخرجوا ويتحركوا. تاعك ما خرجوش ينتخبوا والاخرين عندهم اللي ينتخبوا، وبالتالي الوضع يبقى كما هو، وما عندناش طريقه اخرى باش نغيروها الا بالانتخابات. ثاني كيتكلم انا عن التزوير، انا نمثل الدوله مثال، انا نمثل حزب، نمثل الدوله جات بوعد الانتخابات لازم ندير انتخابات. نوجد انا وفرت كلش، المراكز والمعطرين والاموال تدفق ومانيش عارف شحال اللي يعسوا الانتخابات رجال الامن وكذا بالالاف مئات الالاف. انا وجدت ترسل الانتخابات، انت اللي ما خرجتش من الدار وما انتخبتش، باي حق تجي تسالني النتيجه مزوره ولا ما مزوراش؟ انت ما انتخبتش، انا انتخب في مكانك. ما كانش الشعب، كاين محاضر محضر نعمرو انا، وانت ما عندكش حق تهضر في مصر، انت سلبي خلاص ما كاش، ما عندكش وجود. انا ما خليش الانتخابات، انا في الدوله نعترف باللي الانتخابات فشلت، مانيش مجنون. انا نعمر المحضر بس ما كنتش ندير راكم بنيت، انتم ما تاخذوش. نعمر كيما بغيت ووزع ومدر هذا ومدر هذا ومدر هذا، وشكل من مجالس بلديه ومجلس مجالس ولايه، والامور راهي ماشيه وخلاص. ما درنا ولا شيء. وطبق لي قاعدة أنا من 2012 وأنا نردد فيها آية قرآنية وكأنها القرآن كله، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا قلت أن الشعب الجزائري غير ما بنفسه في 2019، لكن اليوم ما لازمش نتكاسع، لازم نمشي. لأن لو كان غدوة المركز تجي جايز في مركز تجبرنا الناس اللي رانا شال كيما في الدول اللي نشوفو، يستحيل التزوير يخاف يهرب كي الشيطان، التزوير وإبليس كيف كيف، إبليس منين كان فراغ وكذا يدخل، نفس الشيء التزوير، أنت ما تخافش أنا نقول لك كيما نضرب مثال يا إخوان، نحضروا مثال لينا حنا باش نتصاعد. أنا شخصيا كنت من الذين مقتنعون بأن الشعب الأمريكي بعيد عن السياسة، يعبد الدولار، يخطيه الدولار يذبح جار، ومش واعي مش كذا، وحتى الناس تقول خير. لكن الانتخابات الأخيرة الأمريكية أنا اقتنعت بأن هذا الشعب يحق له أن يقود العالم، يحق له أن يقود العالم. شوف عندما شعروا بالخطورة، مست أمريكا من طرف المجنون تاع هذاك اللي راح، الأمة هبت وخرجوا انتخابات وصلت 80 90%،
98%. ترامب اسمه الرئيس الحالي شحال دار؟ 24 ولا الفرق بيناتهم بعض الملايين. ايه 70 مليون امريكي سحبوا هذا الشعب. باش واحد يكودوا هذا يشدوا الرباط ويديه في فرقته. هذا الشعب هو اللي حط المسؤولين تاعو. لو كان ما خرجوش الامريكان بالك كان يعاود يرجع الضربة. اذا احنا كذلك ايها الاخوه احنا لازم نقنع المواطنين والمواطنات انك لابد ان تشارك في هذه المواعيد. انت ما تجيش تأيدني بلسانك ورانا معاك ورانا كذا والوقت اللي نحتاجك انت ما تخرجش من البيت تاعك. لازم نحثوا الناس على المشاركه في هذه المواعيد واختيار القوائم. عندك قوائم، اختار الناس اللي تحسن التمثيل تاعك. حينها نكون قد وصلنا الى بدايه ما احنا الان في الجزائر. نقول في الجزائر واش يخصنا؟ هذه النقطه فقط اللي تخصنا. عندنا نقطة فقط لو كان نتجاوزوها أصبحنا في مصاف الدول الديمقراطية الدول الحقيقية. نظافة الانتخابات ومشاركة الشعب. مشاركة الشعب. وأنا خوتي إذا كان الشعب علاش أنا حملت مبدأ وهو مصداقية الانتخابات قبل نسبة المشاركة بالنسبة لي. لأن النسبة اللي راح تكون مهما كانت كي تكون صادق او الشعب قبل بها تاتي المفعول نتاعها وتاتي بالنتائج نتاعها. اذا انا انادي سكان ولايه برج بحريرج من خلالكم كممثلين لهذه الولايه ولسكان هذه الولايه. نحن تقدمنا اليكم بهذه القائمه. احنا الحزب كحزب يناضل على مستوى المبادئ. ويناضل من اجل الاشياء اللي راني نتكلم فيها الان. احنا عملنا كيفاش وانا مقتنع بهذا. علاش عملت له مقتنع بهذا؟ في 98 ذكرتها كم من مره انا كنت من عام تاع 98 عملت خارج الاطر مع المنتخبين الوقت هذاك رؤساء المجالس الولائيه والبلديه. قلت لهم اخدموا مشروع تاع قانون المجالس المحليه. أخدموه قدموه نضغطوا به يمر. باين عارف الامر باش سهل على كل. ويقول لي كانوا معي ويحيى كان معه. هو رئيس حكومة وانا رئيس الحزب. هو فاهمني واش انا باغي وانا فاهمه واش باغي. واش يديروا لنا الوقت هذاك بن منصور كان وزير الداخلية ربي يذكره بخير. نظر ندوة وطنية يومين ندوة وطنية لتحضير قانون مجلس المحكمة. التلفزيون والدراعيات هكذا يومين جا حضر رؤساء البلديه الولات كذا ودسوه تحت التيروار وخلوه تحت التيروار. لان هذا هو المشكل الحقيقي باش نتفاهموا معاه. وهذا الكلام كيقول انا واش معنى قضيه قال هذا الطرح نتاع النظام البرلماني. انا ما على بالي ما نقدرش ندير نظام برلماني الان في الجزائر. واش ممكن. لكن حتى النظام الرئاسي عنده تقاليد. مثلا شوف اوروبا مثلا كاين فرنسا الدولة الوحيدة اللي بقات نظام رئاسي. لكن عندهم تقاليد. رئيس البلدية عندهم رئيس. مش رئيس ما يحكمش. وانتم تتذكروا القصة اللي وقعت بين شيراك وميتيران. شيراك كان رئيس بلدية باريس جا ميتيران يدير زيارة قال له ما تجيش. الظروف غير مهيئة ولا واش كاين قال له ما تجيش. رؤساء البلدية تتبع نشوف لي ديبان تاع رؤساء البلديات تلقاهم من اليمين لليسار رئيس بلدية مسؤول عن البلدية ما كاش واحد يقدر يحط حجرة دون الموافقة تاعو. أنا هذا اللي باغي نوصلو وما نقدروش نوصلو لهذيك كمان. لكن على كل المجلس البلدي ما يكونش مجلس تاع مداولات فقط. ما يكونش مجلس مداولات يدير مداولة ويبعثها وينتظر الرد. سلبية ولا إيجابية اللي بلدية راس الواد سكانها لهم ادرى من الشيء اللي يصلح فيها. ما تجيبليش انا مشروع من فوق وتجي ترفقوني هنايا. ما نقبلش. ها واش تحتاج المواطنين. ها واش الشيء اللي النقائص اللي موجوده. كذلك علاش نتكلم على المجلس كي عنده الصلاحيات.
هو اللي يحمي المصالح تاع المواطن، هو يصبح محامي تاع سكان البلديه. السكان ما يخافوش، ما تضيعش حقوقهم. مجلس بلدي يجتمع لمشكله معينه في البلديه لازم تتحل. احنا للاسف الشيء اللي عشناه وشفناه، بعض رؤساء البلديات مشاو للعزاء. يا ترى هذو كاع فاسدين صح؟ هذو كاع خلصوا الاموال؟ بينما الناس ربما اللي داو دراهم واحد ما دخل العذاب. هذو اللي صرفوا المال، اللي عندهم المال. اذا قلت ايها الاخوه، في هذا الاطار مسؤوليه على مؤسسات الدوله ومسؤوليه على الشعب. الدوله تقول لك انا وفرت. والان نقول لكم بالنسبه للانتخابات، يعني الشفافيه نتاعها راه ما فيه لا توصيه ولا قرار ولا اي شيء. كل واحد صحيح المعركه صعيبه في الساحه. والناس اللي حاكمين مش مسؤولة باش يطلقوا ويستعملوا كل الوسائل. مازال يستعملوا. قلت لهم كمين مرة قال لك هذه نتاع الحكاية نتاع القائمة بالتشطيب تقضي على المال فسد. قلت له راك غلط يا حبيبي، هذا في اللجنة البطالية. اللي كان يدفع 3 ملايير تاع تونس اليوم مليار واحد برك يكفيه. مليار في الحال الساحة العمومية اللي يعيش فيها هو يجيب المقعد نتاعو بمليار برك. كيف تقضي على المركز؟ تقضي عليه بالشفافيه. حتى الفاسد يا اخي يخدم خدمته. كاش واحد سمعناه من قبله المره هذه اللي الشيء اللي وقع كما تكلمت على البلطجيه وكذا، فيه كثير من الناس في الولايات راهي في السجن. دخلوهم السجن على التجاوزات اللي وقعت وما حماهم حتى واحد. لكن في السابق كل الناس كانت تعرف الاموال كيف تدفع ولا واحد يحاسبه. اذا انا ادعو كما كنت ادعو مواطني ومواطنات ولايه برج معرض من خلالكم الى المشاركه بقوه يوم 27 نوفمبر ان شاء الله. وما تزيدوش نضيعوا على الاقل الخمس سنوات القادمه. وانا نذكر الاخوه حتى لين علاش حتى المجالس المحليه أنا أتكلم بالقوانين الحالية، القانون الحالي اللي عندك قادر تفرض المسألة. ولا نكون بكلمة رئيس بلدية ورئيس مجلس شعبي وطني، ما جاش تلقائيين هكذا. احنا مثلا في الأحزاب واحد يروح يدير مؤتمر، واحد يسمي نفسه رئيس، واحد أمين عام، واحد فيدرالي، كل واحد باش يسميه، ما تدبر راسك تسميه واش بغيت. لكن التسمية الرسمية للجمهورية نو. رئيس كلمة رئيس بلدي ما جاتش عبثا، مشتقة من منصب رئيس الجمهورية. رئيس المجلس الشعبي الولائي مشتق من رئيس الجمهورية. عندنا الرئيس نتاع الجمهورية، عندنا الرئيس نتاع الولاية، والرئيس نتاع البلدية. إذا لازم يتحملوا المسؤولية كذا. زي بكار المجلس الشعبي الولائي هو اللي يوزع الميزانية. والميزانيه كيش يوزع من التقارير اللي توصلوا بالبلديات. قالها واش نحتاجوا في بلديه كذا واش كذا والترميم مدرسه مستشفى كذا، والمجلس الولائي يدرسها من خلال اللجان تاعو ويوزع الميزانيه. لكن من نهار يفض في توزيع الميزانيه ويصادقوا عليها ما عندهم حتى دور فيما بعد. ولكن تكلم الكلام هذا مش معناه باش ندخلوا في صراع مع الاداره، مش لا. الاداره عندها دورها. وحتى لو كان نتكلموا بالشيء اللي موجود القانون الجزائري يا اخوان، الاداره تسمى بالهيئه التنفيذيه. واش معنى الهيئه التنفيذيه؟ تنفذ واش؟ تنفذ قرارات واقتراحات المجالس المحليه والمجلس الشعبي الولايه. يعني انت مدير تنفيذي تنفذ المشروع بعد المصادقه تاعنا عليه. كثير الامور واضحه يا اخي، واحد قادر يستعمل الشيء اللي موجود الان وياخذه ويمشي به. وكذلك لازم الابتعاد عن الصراعات خلاص. لانه مشكل كبير في المجالس هذه المحليه. كاين مجالس اللي ما عقدتش الاجتماع تاعها في سنتين. كاين مجالس ولائيه بثلاث سنين ما تلاقاوش. لان في صراع بيناتهم. وهذه خيانه كذلك للانتخابات.
خيار المواطن اللي ينتخبو، اللي ينتخبك انت يقول لك راه شوفني المشاكل تاعي، ما قالكش لازم تكون رئيس بلديه والا تكون ضد فلان. كذلك الاخوان المنتخبين لازم يبتعدوا على هذه الانانيه. اين فوا ينتخب رئيس بلدي طبقا للقانون يا اخي تلتزم مع المجموعه باش تقدروا تنجحوا في المهمه. حنا واش نعرفوا كان رئيس البلديه ربما خدا مواقف رفض بعض القرارات، يلا حرك مع الجمهور، روح انت روح انت روح انت ديروا لنا بيتيسيون اسحبوا الثقه من رئيس البلديه يخدموها، وشي غير يخدموها اللي ضدك حتى اللي يمشوا معك الحين يخدموها. اسفوا يعني والله واش راح نقول زعما انا معمر يعني ما واش راح الان الشيء من الان بالنسبه لي قلت كم من مره واللي يدفعنا نتفائلوا بالمستقبل هو تطرق السيد رئيس الجمهوريه لهذا الموضوع. وانا نسيت ان في لقاء الصحافه ولا في مناسبه واللي يقول باللي لابد من توسيع صلاحيات المجالس المنتخب، وهذا مهم جدا. توسيع الصلاحيات يعني اعطائهم صلاحيات اخرى اللي يقدروا فيها على ان يقوموا بالمهمه تاعهم. الان في حزب ولد معارض، وكنت معارضا ومع المعارضه. انا اليوم بالنسبه على مستوى الخطاب ما بقيتش واش نعرف. خطاب رئيس الجمهوريه وكانه خذ البرنامج تاع الحزب تاعك. الجزائر الجديده نحن مع التغيير، محاربه الفساد يعني اصواتنا بحت من اجله، الشفافيه، نزاهه الانتخابات، محاربه مواصله محاربه الفساد، محاربه العصابه اللي حطمت البلاد، القانون ياخذ مجراه، هذا هو البرنامج احنا اللي ندافعوا عليه، ولهذا كنا من المؤيدين لقرارات السيد رئيس الجمهوريه. ورافعنا لاشياء اللي شوف ما كناش مقتنعين بها. قضيه مثلا مراجعه الدستور. الدستور احنا في اطار الحزب رساله لرئيس الجمهوريه، وكنا نقول السيد الرئيس الظروف غير مناسبه تماما. والمواطن اليوم الاهتمام تاعو ماهوش الدستور. لكن عندما اقر وخذا قرار بالذهاب للانتخابات يوم نوفمبر، حنا ناقشوا كل شيء بمسؤوليات. قال حنا اليوم بين نعم ولا، درسوا لنا نعم وين توصل، ودرسوا لنا لا وين توصل. كي تقول لا للدستور معناها الرجوع للعصابه، الرجوع للدستور 2016، معناها المسار اللي وقع بعد 2019 غلط، هو تابع عن اضعاف رئيس الجمهوريه. دونك رفضنا لا، مشينا بنعم. نعم للاستمراريه، نعم لمنح الرئيس الجمهوريه يعني الضوء الاخضر لمواصله الاصلاحات، وكان اختيار استراتيجي ومبدئي. اذا مره اخرى حتى لا اطيل عليكم ايها الاخوه، اما لي كبير يعني انه الشعب الجزائري يواصل في العمل والنضال طبقا للشعارات التي رفعت في 2019 بطرق سلميه طبعا، بطرق حضريه وهي الانتخابات القادمه، ان تشاركوا بقوه من اجل التغيير، لان التغيير هو مطلب جماهيري. شاركوا من اجل التغيير. وبالنسبه كذلك لنجاح هذا اليوم، هي كل مؤسسة الدولة مسؤولة على نجاح هذا اليوم، والأحزاب كذلك والقوائم تاع المترشحين سواء الأحزاب ولا قوائم حرة مسؤولة على نجاح هذا اليوم. نتكلم عن الموعد في حد ذاته. وإن شاء الله سنكون يعني الشعب الجزائري يكون في الموعد، وتكون النتائج كما يريدها هو، وفي حينها نعيش بداية التغيير الحقيقي نحو المستقبل ونحو بناء الدولة التي ضحت من أجلها قوافل من الشهداء.
ما كيجيو نتكذبوا على الشهداء بداو من 1830. هذا باعتراف وارخين فرنسيين انه الاستعمار حصد اكثر من 7 ملايين جزائري. هادو علاش راحوا؟ وحنا لازم نبني الدولة، يعني موضوع اخر شوية حساس ما ندخلش فيه. أقول كلمة مختصرة، الجزائر تبقى مستهدفة. وأنا أقول لست أدري هذا الموقع الذي نحن فيه، هل أراد الله بنا خيرا أم أراد بنا شرا؟ موقع محسودين عليه، وكل الأطماع تمد عينيها للجزائر. وانا اخاف الان عندما يكون لك الجزائر اول دوله افريقيه من حيث المساحه، وهذا كلام خطير، نملك كل المقومات تاع بناء الدوله، لكن بنظره ثاقبه للمحيط الذي نعيش فيه. احنا المحيط نتاعنا الان ضخم كله 6000 كيلومتر يسوها في العرض من تونس وهبط ليبيا وهذه الساحل حتى المغرب كلها منظمة. أكثر من ذلك الآن العدو التقليدي وهو إسرائيل راه على الحدود. زيد المشكل الأخير اللي وقع مع فرنسا الاستعمارية. إذا كان ما قدرناش نجمع الشمل ونقوي الجبهة الداخلية نبقى مهددين. والمؤامرات الكبيرة الكبيرة يسقطها الشعب لوحده، ما كانش قوة أخرى تسقط المؤامرات على الدول إلا الشعوب. إذن على الشعب الجزائري أن يعي بخطورة هذه الوضعية التي نعيشها. والجزائر أقول مستهدفة، لأنه مش ممكن ما تنتظروش بأن الآخرين يسكتوا علينا، هذا تسمى رانا غالطين في الأمر. الصراع قائم فوق الأرض، والتدافع قائم فوق الأرض، والمؤامرات لا تنتهي إلى يوم الدين. السؤال اللي طرحناه، القدر فعلا صون هذا البلد؟ القدر اللي نوجه هذه المؤامرات الكبيرة؟ لأن الجزائر بموقعها كما قلت، خاصة الأطماع لا تبعوا 5 قارات، كل القارة محمية من الطواقم نتاعها. أمريكا الآن ما تقدر تخليها حتى واحد، أمريكا راهي تحت الأمريكان، سواء كندا المكسيك أمريكا، يعني ما كانش دولة قادرة تدخل بنفوذ لهذه المنطقة باش تقدر تواجه الاقتصاد العالمي الاخر، مستحيل. اسيا عندها الاقطاب تاعها، علين تدخل؟ الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، اندونيسيا طلعت، ماليزيا، الهند، باكستان، مع ان انا اتكلم عن الدول الاستعمارية اللي تحوز على النفوذ، ما تقدرش تدخل هذه المنطقة. اوروبا الان في الصراع كان في اوروبا واقطاب جديده طلعت في اوروبا. شو مثلا فرنسا كانت كاتريان بويسونس، دوك راهي 200 بلاص ولا 900 بلاص في التكنولوجيا، جازوها بلاص وحده بقات دوله ميكانيكيه حتى اليوم الدين. واش بقى الصراع؟ الصراع على افريقيا. لو تشوف الصين دخلت، امريكا دخل، روسيا دخلت، فرنسا الحمد لله فيه وعي كبير الان في افريقيا، وربما راكم تتبعوا رؤساء ومناضلين واطارات فارقه يواجهون فرنسا في المباشر. والشيء اللي يقولوه الماكرون ما يقدر حتى واحد يقولوا في وجهه. وزيره الخارجيه الايطاليه ولا رئيس الوزراء؟ لا مش رئيس الوزراء، وزير الخارجيه ايطاليا تخاطب ماكرون في لقاء رسمي. كل الافارقه ما نطربلكش باش يجيو لعندك، انت ترحل من عندهم.
قالت راهم يضربوا فيك باش ترحل اللي فينا فيها. إذن واش فرنسا واش يمكن؟ الدول الاستعمارية اللي الدول اللي احتلتها. وما تتصوروش كذلك يا اخوان باش فرنسا تخلع الجزائر. اللي يفكر في هذا راه يعني راه ضد راح. لأنه إذا راحت لها الجزائر راحت فرنسا. وإذا تركت لي مليون كيلومتر تدفق فيها السلع فقط، أعطيوني شركة فرنسية استثمرت في الجزائر. جابوا نارولو هذيك اسطنبول هذيك حطوها في وهران 300 هكتار فيها 300 موظف 300 عامل 300 عامل هذوك كنت نقول لك عطيتهم 300 هكتار يعيشوا فيها. لا بيسك المغرب بدا سداد الصناعة الفرنسية وقاموا مصانع هناك وانت على حسوا ب راحوا جابوا آخر سيارة فرنسا. قال فرنسي هنا وشنو تجي تركب فقط. المغرب غير اللي قام برك يصنع والسلع كلها تتباع لبرا. وباش تصنع السيارة شدي لها مركب تاعها على الأقل لازم تلتمية 400 مصنع آخر يوجد لك لي بيس لي طاشين تاع السيارة كاملة. شوف المناصب الشغل اللي راح تفوفها. فرنسا تجي تستثمر تاكل في الجزائر وتروح. 15 شركة فرنسية أعلنت إفلاسها أنقذتها الجزائر. إذن هذا موضوع لازم نكون حريصين يعني ماشي سهل الأمور. لكن دائما الروح 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 ده من أين نبدأ؟ قال يا السلطة يا مسؤولين والله غير الحل يبدأ من البلدية. أتمنى إن شاء الله أن يكون يوم 27 نوفمبر يوم عيد إن شاء الله بالنسبة إلينا، وأتمنى النجاح لهذه القائمة التي تقدمت إليكم بهذه الولاية. ونحن نتابع لكم كل الإخوة المترشحين ويكونوا مؤطرين يعني من خلال الحزب. أنا ضد أنه حزب يقدم مجموعة وربما يدخلوا في مشاكل يتخلى عليهم، هذه خيانه بالنسبه لي. احنا الحزب ما يتخلاش على المناضل نتاعو وما يتخلاش على المنتخبين نتاعو ويقفوا بجانبهم طبقا لقوانين الجمهوريه. اللي غلط يخلص واللي ما غلطش ما يتحقرش. ونرفضوا باش يتحقر ونرفضوا باش تعتدى عليه. هذه العمليه اللي لازم تمشي يعني. بارك الله فيكم مره اخرى وشكرا معذره. شكرا لكل من حضر ولمن حضر وساهم في إنجاح هذا التجمع. نلتقي في مواعيد أخرى بإذن الله. شكرا على حضوركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.